السلام عليكم. انا مهاجر، يلا جيت البارح من فرنسا. ايوا نزلت طلعت من المطار ديال مارساي مع السبعه قلقسم في رويال اير ماروك، جيت لهنا المحمد الخامس، دوزنا الامور بخير وداكشي. صراحه الطياره الله يعمرها دار الناس داكشي تو تو تو، ولكن كانت البيه شويه غاليه. معليش انا سيرتو واحد يكون روتريتي ما يقدرش يهز كلشي يتحمل كلشي ديك الاتعاب. الوغ ملي نزلنا صوبنا المسائل طلعنا الباسبور الناس غاديين، كان واحد اللي يوطنا تما ولا شكون هو، دويت معاه قال لي واخا دير تاع 10 لي فاكسان خصك دير البي سي ار. قلت له هو البي سي ار عندي غنمشي نديرو، لا ما هضره ما كاين والو. هي هذيك خرجت ملي بغيت ندير البي سي ار درناه، عمرت شي وراق. ملي عمرتهم قلت لها اعطيني واحد الجوستيفيكاتي باش نخرج، قالت لي لا كاينه هاك ونريح. ما عرفتش غدير ورقه ولا شناهي. شويه هي تشد واحد الكاشي زدف، قالت لي ريدك عطيتها. قالت لي شنو؟ قلت لها هذا هو التست. قالت لي هذا هو التست اللي تخرج به من المطار. واش عباد الله ولينا حواله ديال الباطوار؟ خصنا غنمشيو للجزائر، باقي لا وليت حلال انا نتذبح. الله يسمح لي على هذه الكلمه. ايوا المهم انا جو باس تو البونجور لو كون بونجور اسيدنا محمد السادس وجميع العائله الملكيه هذه من طنجة حتى للقويرة، ونطلب طلب الا بغى يعطينا شي قطارات في القويرة ولا شي حاجه. انا سوي بارتا، انا سوي بارتا نجي من تما، راه كاين عندي صحابي عندي داك الشيء مالغري لاج. راه حنا الانسان ملي كياخذ لاج كياخذ ليكسبيريونس. احنا نتمنوا التوفيق للمغرب. المغرب ما بقاش حاجه باش يدير لنا هاد بحال كيطبعوا لنا. المغرب كل شيء عنده، كل شيء اردني او يتبعوا كلام سيدنا، تبعوه والله يتبعوه تيفرحوا. السلام عليكم ورحمه الله، والله ينصر سيدنا.